بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين 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 يا رب العالمين. إخوة الإيمان، لازلنا نستظل بظلال تلكم الآية الجليلة، وهي قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. ولا زلنا نتحدث عن الشرط الذي اشترطه الله عز وجل لينصر هذه الأمة، ألا وهو نصرة الله عز وجل ونصرة دينه في مجتمعنا وأمتنا ككل. فكان الحديث عن هذه الأمة وكيف تنصر دينها وتعز دينها، ثم بعد ذلك كان الحديث عن الشباب، وتطرقنا إلى استقامة الشباب على أنه شرط من شروط تحقيق النصر لهذه الأمة، ثم بعد ذلك عرجنا على النساء، على أخواتنا، وقلت أنه لا بد ليتحقق النصر أن يستقيم الشباب والنساء في أول الأمر، ثم عرجت في خطبة مستقلة على الحجاب كعنصر مستقل من العناصر ومن الشروط التي ينبغي على الأخت المسلمة أن تلتزم بها لتنصر دينها وأمتها. ولكن أيها الأحبة في الله، هذا الكلام كله جميل، يستقيم الشباب وتستقيم النساء، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على دينه، اللهم آمين، وتلتزم الأخوات بالحجاب الشرعي كما أسلفت في خطبة سابقة. ولكن بالله عليكم، أنا أطرح سؤالا ولكن إن صح القول فإن السؤال يطرح نفسه: على يد من يستقيم هؤلاء الشباب؟ وعلى يد من تستقيم هؤلاء الفتيات؟ وعلى يد من تتربى هذه الفتيات على الحجاب الشرعي؟ من أي المدارس يتخرج الشباب؟ ومن أي الكليات يتخرج نساؤنا؟ وعلى أيد من، أين هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية تربية الشباب من الفتيان والفتيات على دين الله وشرع الله جل وعلا؟ هذا سؤال يطرح نفسه. لذلك أخص بالكلام اليوم، أخص الآباء والأمهات، لأنهم هم المدرسة وهم الجامعة وهم الكلية وهم المعاهد التي تخرج الصالحين والصالحات والمستقيمين والمستقيمات، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يعلون راية هذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يعلي بنا رايتنا، اللهم آمين. الآباء والأمهات، وإن عممت الكلام فإني أقول من يتحمل مسؤولية الأسرة المسلمة. لماذا أيها الأحبة في الله؟ لأنه إذا أمعنا النظر في هذه الأمواج البشرية، وإذا أمعنا النظر في الأسر المسلمة التي تحسب على الإسلام، ولا نخرج أحدا من دائرة الإسلام، نجد وللأسف
أن الكثير من الآباء والأمهات قد قدموا استقالة جماعية من تربية الأبناء والبنات. الكل يؤدي دوره، التلفاز يؤدي دوره، خذ للأسر المسلمة، خذ للعائلات، خذ نتساءل أتسقسيد ممش تمسار أغلبية الشباب نهارا كين خزجي أتسقسيد ممش تمسار فتيات بنات يحسبن على الإسلام ينتسبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغز خزاز غل مظهر نصف تسكني تني تواجب التمسر مظهر يندى له الجبين، مظهر فيه من الخزي والعار والندامة ما فيه. هذا سني تواجد تمسري خما غاس غاس خزاد مروات السيور تمازيخ هذا سني تواجد تمازيخ مروات السيور عرس سني تواجد تمغرب اشتقع. من اين خرجنا؟ ما نزفغن الشباب اني تجي السناسر نهارا، ما نزفغن الشباب اني تجي تخرازين نهارا، ما نزفغن الشباب اني تقلدن اليهود والنصارى تحفيثن دوار وما الى ذلك، ما نزكين الشباب اني ندان الصلاة نهارا. الله اكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح التقوى ديار الرخبة. ما نزفغن الرجال يتغيما النهارا ذي ايزن تبارك الله 40-50-60 سنة انت ما زال عبق محرق ماء 60 سنة ضعف بصره وانحنى ظهره وشاب شعره انت ما نجا قايت عمار كيني لذترسي اللوتو وتوفوتك خركات الشكام بذو منه. ونسأل الله عز وجل ان يعافينا اللهم امين. هؤلاء الذين خذلوا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتاج من ونتيجة أي تصرف؟ من الزكينينا مفغن تذرين نمسر من؟ نعم مفغن تذين تذرين نمسر من؟ نعم ماذا جسم محمد أحمد عبد الله عبد الرحمن؟ نعم ماذا مثل عبد الرحمن عبد الرزاق؟ نعم إما مش تنسار في أمة الحلية ثانية. هنا نطرح سؤال أو السؤال يطرح نفسه، هل الآباء والأمهات يتحملون مسؤولية تربية أبنائهم؟ هل يخرجون لهذه الأمة من ينصرها ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم في أمته؟ أقول أيها الأحبة في الله، إن كل شيء في المجتمع اليوم يؤدي دوره الذي نصب نفسه لأجله كما ينبغي. راح تلقى التلفزيون التفذ يقوم بدوره في إفساد الأمة، سهرات ليلية كورس اشتقت للسهرة تذنغم وثيثة شنغنية، أتراح تلقى مباريات كرة القدم إجن التخطيط وثيتكي الليج محنك داهية في تدمير الأمة، مباريات يا إما قبر العصا يا إما قبر العشاء، العصا يروح للعشاء يروح، أتراح تلقى البرامج أتفذ برامج واهية تافهة غامة يخرب الأمة. من غفرح أتراح تلقى الشارع خذات غشارع مقاهي اكتاز المساجد خمارات على أشدها، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. ونحن في أمة ودولة دستورها الإسلام تحكم شرع الله، الخمارات على أشدها. من غانك الشنز الشرب، من غانك الشنز ستاكون دخلني هنا حرام غانو، من غانك الشنز كموش النقمة، من غانك الشنز دومينو ذركات سلوباتشي دير سيد اللوتو ذرقما يسكن الشباب خزجي، من غانك الشنز دولة مسلمة نغلا، ولكن المخطط على أشده. مرة كنخدم كما نستخسر المدارس، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا بأساتذة ومعلمين يقومون بأدوارهم حق قيام. اللهم آمين. أينما أجلت نظرك وبصرك فإنك تجده يؤدي دوره على أكمل وجه في تخريب هذه الأمة. إلا الوالدين، إلا الوالدين بابس دين مس نبنادي قدموا استقالة جماعية. انحصرت مهمة الأب في وزارة المالية، همه إنفاق الأموال، ونحن لا نريد آباء ينفقون أموالا فقط، هم النساء دي جمعة دي صار، وأمهات من تعنا طباخة منظفة صافية. هؤلاء الآباء نسوا أنهم من أهم أسباب ضياع شبابنا،
في هذا الزمان لأنهم تخلوا عن تربية أولادهم إلا من رحم ربك. فكل شيء أيها الأحبة في الله يقوم بدوره إلا الآباء والأمهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والله أيها الآباء وأيتها الأمهات، أعيروني القلوب والأسماع، وإني أقول لكم من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم محاسبون يوم القيامة، فاعملوا لهذا اليوم حسابا، وأعدوا للسؤال جوابا، وأعدوا للقاء وجها. أيها الآباء وأيتها الأمهات، كيف حالكم مع أبنائكم؟ من الصفر زيت الدهن خمديت من يغضو ما غادي تفضي في الدهن مش دي تفضل. على أي حالة يخرج من بيتك؟ هل هي حالة مسلم يفتخر به الإسلام، أم حالة مقلد لليهود والنصارى؟ نراجع أنفسنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. والله إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا مرمية، إن ربيته على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما مرثاب بتحفثين، أما مرثاب بتحقاروثن، روح شغيد قارو. نريد آباء قدوات لأبنائهم. اعلم أيها الأب أنك قدوة لابنك. أما شيخ زاد غاك، أما شيخ زاد غاك نهار سكت جدي صغياروثي وشي حد لي صغيخ في النس، نهار سكت حد جدي صغتاباتي وشي حد لي صغيخ في النس، نهار سكت حد جدي صغيارو الشيخ دغزري قاروثي وشي حد لي صغيخ في النس، نهار يسرش تصورت الكلام الفاحش تي وشا غزي ستور نتا، نهار يسرش تخرق تي وشا خيك تخرق غادي تخرق المجتمع. ابنك ينظر إليك، أنت مرآته، عليك أن تكون قدوة صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك، يقول لك أن ربك سيسألك. قواشي تسيشان هذا شيء نش هذا الصغير نتسيره، ما صغير السير تغرى ما تاخس، ما صغير الساور يغرى نغياخس، ما صغير السمايور يغرى نغياخس، وإنما سيسألك. ما تجارت كيك رحم زيدة، ما سشن ذا سمش غير قذي الزج، ما سشن ذا سمش غير قذي قروضو، ما جنشان ها الزريد المشي كسفر تقير هني ذا سكسر تنين دبقى حرم يا يزن، ما شان ها الزريد خذنت مواغا مش تنين ذا سكسر خذنت نين واغا حرم يا يزن، ما شان ها الزريد المشي كان أحف النوم اسم النبي صلى الله عليه وسلم القزع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي وابي داود ومسند الامام احمد بسند صحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، ومقان القزع أتحفظ زين وزجفة جذزينين هخس النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا الأب؟ أدت فمس ذسين من وحفيتك، من إج الأبن يغيت فمس ذسين من الساورة ياضر. هذه تربية، هذه تربية. نعم لدينا مصطلحات نتداولها، شماعات نعلق عليها فشلنا في تربية أبنائنا. قرش المربي من عند ربي، المربي من عند ربي، هذا مصطلح لا يجوز في ديننا. معليك تغال المربي من عند ربي، رسيد ربي وضع شيء قاربو. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. معليك تغال المربي من عند ربي، يرسي ضرب ولا شيء قابو حدا يحسن نشتا ونشد جهنم أسفت يا عباسي ضربتي سلك جهنم. ولكن أيها الأب عليك مسؤولية، وأنت أيتها الأم عليك مسؤولية. نريد أمهات كاللواتي كنا في سلفنا الصالح، نريد أمهات
يربين أولادهن على الأخلاق والفضيلة. وجو غياب تحنجات الحجاب الليل ماس. وجو غياب تحنجات أتسون العرن في الليل ماس. وجو غياب تحنجات صرح في الليل ماس. يا أمهات شميت الجنيد جمس فرساور زيا مثغنت من غثين ذرب يوم القيامة. يا أمهات يثني تجني جست فرسو ما يرزي من غثين ذرب يوم القيامة. يا أمهات يثني تجني جست فرس قميجة زي من غثين ذرب يوم القيامة. وإذا يقابون شو غار من أسغقر نشمت زواغ تمغى ثقت تمغى تمغى عايز إذا شي نشمت زواغ عايز لا مهما كبر يبقى ولد غاس 60 سنة قارس حنجاني نمي مش حمي مغاوي مغا حبيب الزيمس. لذلك آباء وأمهات يتحملون المسؤولية أمام الله عز وجل. واعلموا أن رب العزة جل جلاله يقول وقفوهم فإنهم مسؤولون. هذا نغيس بالرب عز وجل. يسأل الرجل عن زوجته وعن ابنته وعن ولده من غنينيا من اسم غنينيا يربي عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله. حال الأمة اليوم يندى له الجبين. أما من أحد يحكم شرع الله في بيته؟ الخير لا ينقطع من أمة رسول الله. وأنا لا أعمم الكلام وإنما أتحدث عن طوابير وصفوف وزمر وجماعات لا هم لهم إلا إشباع أولادهم إشباع بطون أولادهم ونسائهم وكسوتهم. أي نرهم من سن هو تنسيون المكلة هذا سن صنع رزق سمد. أما أهسوا وفق شرع الله لا. أين أنت يا أخت الإسلام من صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مجن سن الله من غرشان الله أمة اقرأ لا تقرأ شن الجنس زين غيكاري روح المكتبة إن سكشيشن الكتاب هذه ريسة ورخ التربية للأبناء مش غير غضاب بغمي توكشيشن الكتاب أسفر غمان شكيني نقبرنا مشكينا عبان تعوانسن. هذه الأمة ما على قدرها إلا على أكتاف شبابها. واني غونت والقيمة تعوض غسن ويسكى عدن الأمة يا في ظرف 23 سنة مدة وتعني ذوالو في مقياس الأمم والشعوب 23 سنة ويسكى عدن سكى عدن شباب سكى عدن شباب من النساء والرجال ويأبر الشباب النية. من الذي خرج لنا الزبير بن العوام؟ أليست صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصحابي الجليل الذي حينما فتح عمرو بن العاص مصر كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له يا أمير المؤمنين أمدني بأربعة آلاف جندي. عمرو بن العاص اسكاس عمر رضي الله عنه وارضاه انس قص النياب عارف من العسكر اسكاس اربعان يا ريزني اربعان الشباب اربعان الشباب كل واحد منهم يعدل الفا كوريجن زي سنسوير من بينهم الزبير بن العوام. الزبير الذي خاض المعركة بكل رجولة وكان الذي فتح الله على يديه أن ارتقى السور وفتح الحصن لعمر بن العاص وجيشه ففتحوا مصر بإذن الله جل وعلا. من رب هذا البطل؟ أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أتاك يا أخت الإسلام خبر سعد بن معاذ سيد الأنصار من سنواني تنغوه السن شاء يا شباب يا شباب ييني السنن العابن من الأندية ومربطة مرة ييني السنن مرمي خرقان مرمي مرشين تحقاصني حنجيان ما تسنمش زي السيرة الصحابة نغلا. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار ذو الندى سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مديوس غزوة بدر
أشيروا علي أيها الناس. يقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أبو بكر وتكلم عمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ قال له لك أنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بلى يا سعد. قال يا رسول الله بايعناك وناصرناك. يا رسول الله والله لئن خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. خذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت، وليكونن الذي أخذت أحب إلينا من الذي تركت. الله أكبر. شاب في مقتبل العمر سيورن إن استضاب به الزدن شنغ سيورن يا رسول الله، لأنه انت زي المهاجر زي الأنصار، والأنصار تقوك شنسر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صرن دي المدينة وها تيفوت زي سنغبار ريو الزدن شنر عهد إن سخمي خنص الزدن شن يا رسول الله لكأنك تريدنا يا رسول الله. وغيقن الموقف واني تنتقي بحليم إن سواح إن سكر يا رسول الله مر الشوق زين غرب حاران تيك تنشوق شيز قوقر النغمين تخسد إج من تخسد ومني غشتر خان غعيز كتازي من دن غزجد ونيتا إن نخاران يورن نهار يم يموت اهتز له عرش الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله أكبر. شحن سكون الشين أيها الأحبة في الله. يا ليت إجنزي مليار وخمسمائة مليون مسلم يجن نهارا نهاغي مثل سيهة عرش الرحمن. أين هي هذه الأمة؟ بل أصبحت الأمة اليوم أمة الرجل والنصف. قامت الدنيا ولم تقعد على فلسطين وغزة ولم يتحرك إلا رجل ونصف. أليست هذه أمة رجل ونصف وليست المليار ونصف؟ أسأل الله عز وجل أن يرد بنا إلى الإسلام ردا جميلا. سعد بن معاذ من الذي رباه؟ ربته كبشة بنت رافع رضي الله عنها وأرضاها. ألم يبلغكم يا آباء يا أمهات خبر أنس رضي الله عنه؟ أنس الذي ازداد أو ولد في بيت أمه مسلمة وأبوه مشرك، فقامت الأم تربي ولدها وهي أم سليم رضي الله عنها. نزشن الأمها تمشنوثينا يالله يبدأ هذه السور يالله يبدأ هذه الصفغ الحروف مرش ينسر ماذا سنيح نجان غيني بابا ذيما إني بابا إني ماما انت تغكر سر ماذا سميس ويالله على الصفغ الحروف قرص. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين هذا الذي يفتح على ولده بلا إله إلا الله؟ شحال زين غني تمني وشبد خمي غاس غي خرق مني صلاح هذا سيد تندقون الجنفوسي وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شحال إلا من رحم ربك. شحال زين غني تا مني وشبد خمني غاس غي خرق مني أتي استقبل بلا إله إلا الله أغسي الزار استقبل بلا إله إلا الله. الأمة ثانية ذيس الحرقة ستجع ذمت على لا إله إلا الله. قرص قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فيغضب عليها زوجها ويقول لها لا تفسدي علي ولدي. قرص مخلي الدية عذمي مخلي الدية عذمي قرص إليك عني فإني لا أفسده. جيحك نشوات دي عشاء سنين للطابة في الإسلام باش هذي يسيرهم من الإسلام يوضع شا سنين توي السنين النبي صلى الله عليه وسلم ثم سقش ونتان غاك يخذن ميمي باش هذي يربخوا بسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشين قرس نيمسر منه واتطاون ومغاغر فقه نمزيد هذي يحفظ القرآن يقرش من يتغي وصل القرآن من يتغي وصل القرآن حذير من تنجة حذير من ميكانيكو حذير من تحدث دستفخة من يتغي وصل القرآن لا إله إلا الله من يتغي وصل القرآن مشان سنان يخضار سنان يخضار روح يخضار رجلتين الزين كنت تراويح غارا شوي ترفقيه كان غير معروف رفقيه لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يعافي هذه الأمة في دينها. اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، أيها الأزواج وأيها الآباء،
اعلم أخي في الله أن زوجتك ستتعلق في رقبتك، واعلم أيها الأخ الحبيب أيها الأب استوراك الآباء للأمهات، إن الشباب اليوم يحتاج إلى حزمك أيها الأب المسلم، لا ترخي الحبل على الغارب، إن الفتاة اليوم يا أخت الإسلام إن ابنك تحتاج إلى حزمك وخبرتك. وتحدي جبوي عاشين نشوها ويتحدي جبوي المكلة نموها ذو صبا نموها يتحدي جاي الخبرة نش مش يتحدي جاي الخبرة نش يجيم تحدي جاي الخبرة نم يجمش ذم دوكر خارزي مرقين تسلق ذم دوكر يجمش ذم دوكر خازي مريوين تنين تغمورات كين ذم دوكر يجمش ذم دوكر خازي مريوين تأرباب المقاهي والمخدرات كين ذم دوكر أقوي مش غم زيدا غير عشان أكو حدا كتير هم زيدا خازي مري أكو حش غصب عن الصباح أود مش غم زيدا نربى في بيت الله خازي مري سنتين صغير ربنا لش ترقح لا ترى تنارب عن الصباح ثم نبدأ نروح نشتشى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن يوقظنا من سباتنا اللهم آمين. إياكم أيها الآباء وأيتها الأمهات إياكم أن تأخذكم العاطفة والحنان فترخوا الحبل على الغارب فهذا والله عين الفساد. إنها غي يسمح الآب هذا سيني يشمع هذا ذي ينفع وانيتا يشمع قام غار واني مرة يخصد يسرح يسرح مرة ويخصد جدي سوه الدنيا في تار تنغيخ ميدش غاهيني يشمير سغجر تمغى دايز دايز. نهاني غا يفسد المجتمع وقد فسد، نهاني غا تقهقر الأمة وقد تقهقرت، نهاني غا تنهزم الأمة وقد انهزمت. أيها الأحبة في الله يا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات، مهما بلغت محبتكم لأولادكم في الدنيا هذا ومت غير إلا مرة من خنع عيس نتاون غدي في مثنر إلا تقمر معيس شن يوم القيامة والله ثم والله مش حمخك عز مش نهارا وش مش حمخ أنت عز يجي نهارا خذوا صغير خذا خذوا تخيق خذوا تخيق لأنه قد خدم تاويد ماندا لأنه قين فعية لأنه قيش تخافير حمر سوى ذا استغيار الخذا نهارا ما رخذوا استغيار الخذا تيوش يوم القيامة ذا شي غيار الصحيفة نشتمر تيوش يوم القيامة شكوا خذ استغيار الخذا نهارا يوم القيامة ذا شي غيار بريدي كمر ما يميع لأن يوم القيامة الله ما يتخذيك والله سيتعلق برقبتك هذا سين يا ربي حسب بقبر ذيك حسبي إذا رأيت تجل سنسر سنواغ وذيني منوية إذا رأيت تجل أمقية تجل فرسر سنواغ وذيني منوية إذا رأيت كميغ انتذي سرم ذن قاروت ويسكي السغطير إذا رأيت نفح عمس وذيني شاء إذا رأيت نفح غير ثاب عن صبح عمس وذيني شاء إذا رأيت تجل حنجات أستني يا رب باب انتذي دي صغير ساور نيزيان انت ذي دي سغين فاضا نتقوضات انت ذي دي سغين ما يرني زيان إذ رأيت الفغ تفغغ مرض مكياج إذ رأيت الفغ تفغغ تنغيم سرمن عما سوى ذي اني من الدجان وارض عما سوى ذي اني كسخم ارضني زيان عما سوى ذي اني هنا ذي اني قد كحرام التجر عما سوى أتكاث مغاتستين يا ربي وذي تحسب شا حسبت انت انت تغذي السغ انت ذي انن وتبوفو نار انت ذي انن ضاخ محزري عني انت ذي انن كسكتن انت ذي انن قدر وقت التقدم انت ذين المحسن يدور الغلف انت ذين فآن ذاك أيها الأحبة في الله من زغن جوب الله عز وجل هذا سنين سيدة ربي الشينوان جيواله آن ذاك يختم الله على أفواهنا فتتكلم أيدينا وأرجلنا وتشهد علينا بما كنا نعمل في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى ديننا، نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله يا آباء يا أمهات، اسمحوا لي في هذه الدقائق المتبقية أن أوجه لكم ولنفسي قبلكم نصيحة لعل الله عز وجل أن يتقبلها منا اللهم آمين وأن ينفعنا بها. أقول لي لنفسي وأقول لكل أب ولكل أم ولكل أخ، يا آباء يا أمهات،
قف مع أولادك وقفة، قف مع زوجتك وقفة، قف مع بناتك وقفة، تفرغ لأولادك قليلا، راعي زوجتك وأولادك، راقب أولادك وبناتك، وتير برهم من جغف والغصب عن الصبح ودك كل ذرة عشان تجي سنة تعب حلا أنت في السنة قيم شوي تتعاون قمرت قيم الوات سيورد ديجنا المنظري تأثر دي الأولاد وحرك عذمرة السيورد راقب أولادك إن الشباب يفسد الشباب والصاحب ساحب والطباع تسترق سكني واتسلم على أن يمدك لجبذ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إننه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تخي ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل كوريج جن خدينهم الدكرنس أذي ذا كوريج جن وكغيمون أذي ذا ثاونس وكتمون البنات يفسدن البنات والنساء يفسدن النساء وأنواع الفساد والإفساد كثيرة وأولها الصحبة السيئة الفاسدة وإننا أيها الأحبة في الله في زمن قلت فيه الصحبة الصالحة فكف على عيالك بيتك ورخوا يسرون كف على عيالك بيتك إن الذي يهمل بيته ويخرج من الصباح إلى الليل بحثا عن المال والرزق لهو أكبر مضيع لبيته وعياله هذا قد تخونه زوجته وقد يفسد أولاده وما هذا إلا بسبب الفراغ الذي يسببه غياب الأب فاحذروا أيها الآباء احذرنا يا أمهات إن في الهاتف فرص قمني تليفون وهي تقرب الجن إن في الهاتف فرص شاب ضمز ينطن عشر التشاصن من غيك زي تليفون مرجل أعملني ما غاس شاركة تنتي السويوانيا من غيك نتذي التليفون تنطن عشر التشاصن فتاة في مقتبل عمرها 16-17 سنة من غيك زي تليفون وإذا شينا نوية التليفون ما غاس شاركات ما غاس يغربة ذي أعالي البحار من غيك زي تليفون بالله عليكم أليس كل هذا وهذا أليس كل من هب ودب أدي راغ نهارا النمرو غلط هذا سي عجبو أول هذا يعقرخ النمرو هذا سي عودتي وشا هذا سي عودفا وشا كلمة ابتسامة غمرقية فاحشة زنا يروح الشرف والعياذ بالله أسأل الله عز وجل أن يعافينا في ديننا اللهم آمين يا آباء يا أمهات إن في الهواتف فرص فاحذروا أيها الآباء احذروا قبل أن يغتال الشرف وقبل أن يضيع نساؤنا ونحن لا نشعر إن اليهود والنصارى يجتهدون في تدمير هذه الأمة ويبتكرون الوسائل لتخريب هذه الأمة وإنهم لا يهنأ لهم بال ولا يهدأ لهم بال حتى يضيعوا نساءنا نحن غاسم جن استفتاء جن تجربة أزن فتاة بشرفها روح نغر كم فوات روح نغر كم فوات دي أستراليا دي كندا ووفين ذا ذيشتن ووفين ذا ذيشتن فتيات قبل الزواج أو إني غاسم ذا نغسو ذا نشين لذلك فلنحذر فإن في الهواتف فرص وإن في الجيران فرص زودي تثنو هذا النشين شم يا أخت الإسلام خزاود السدف الغهد دهنم خزاود سود السدف وثيني ترح نغيك الزنن ود السدف وثيني ترح نغيك سحان ود السدف وثيني رجل غيبة ذا النميمة ود السدف وثيني يكون متبرجات كاسيات عاريات ستفسد عليك بيتك أتوزد رخدني من دغل جمع ذواتي فتشا إن في الجيران فرص وإن في الأسواق فرص وأنا والله إن عقلي لا يحار مي غير خزاد غير سواقة في ذغنبو مي غير زاد نهارا تغطي وشا تغطى وشا نسأل الله عز وجل أن يعافينا شوقا وأن الزمغات ويخفب غسوق الله وإنما إذا دعت إليه الضرورة وتجويل سقيس خان وفوق انتم غازي هده النسم مشروط أذي رواد جوه سقيس خان دعت إليه الضرورة أتهوى تقضى الغرض أما أتهوى نهارا كيوشا أتهوى كتجار فاوشا أتهوى كتمدوكس فروفاوشا أكتنوت النص فروفاوشا عودة غير سيمنة ديك بانا كتروس النص هذا والله عين الحمق
إن في الأسواق فرص والأسواق شر البقاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الشوارع فرص والطباع سراقة فلا تسمح لأولادك وبناتك بالاختلاط مع المجرمين والعصاة والمذنبين لا تضيع بيتك من أجر الدنيا كن من الذين قال فيهم الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فالله الله يا أمة رسول الله 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 في أولادكم الله الله في زوجاتكم الله الله في بناتكم لا تضيعوا بيوتكم فتضيعوا هذه الأمة هذه الأمة مسؤوليتنا كلنا فوجبوا الشباب وها مرة تغسر الشباب وجبوا ثمغار وها مرة تغسر ثمغار وجبوا الآباء ذي الأمهات مرة تغسر الآباء ذي الأمهات يجن مسؤولين خل أمي مرق وها نحن كلنا مسؤولون مرضا غست تصرف بخل أمي تانيتا مرضا غست تصرف بخيث مثل أمي وقع من ذي غزة مرضا غست تصدر بخ فلسطين مرضا غست تصدر بعن أول وآخر وأدنى قطرة دم مسلمة سفكت في مشارق الأرض أو مغاربها نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام بنا وأن ينصرنا بالإسلام اللهم آمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا اللهم اكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا من الهداة المهديين اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا ترضى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا وشيبنا اللهم أصلح علماءنا وولاة أمورنا اللهم أصلح علماءنا وولاة أمورنا اللهم أصلحنا رجالا ونساء صغارا وكبارا ذكرانا وإناثا الحاضرين والغائبين اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعل راية الإسلام خفاقة اللهم أقر أعيننا بعلو راية الإسلام اللهم رد بيت المقدس إلى حظيرة الإسلام اللهم أقر أعيننا بإرجاع بيت المقدس إلى حظيرة الإسلام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان حتى تكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى اللهم يا رب اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم عليك بالأمريكان وعليك باليهود وعليك بالصهاينة أينما وجدوا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم يتم أولادهم ورمل نساءهم واجعل تدبيرهم تدميرهم ورد كيدهم في نحرهم اللهم يا قوي يا جبار يا منتقم يا رافع السماء بغير عمد اللهم عليك بالأمريكان وعليك باليهود
اللهم دمرهم، اللهم شتتهم، اللهم كما خربوا الديار فخربهم، اللهم كما يتموا الأطفال فيتم أولادهم، اللهم كما رملوا النساء فرمل نساءهم، اللهم كما خربوا المساجد فخربهم، اللهم كما دمروا البيوت فدمرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وجنودهما، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم كما طهرتهم من غزة فطهرهم من باقي أرض فلسطين، اللهم كما طهرت من كما طهرت اليهود من غزة فطهرهم من باقي أرض فلسطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أيقظ هذه الأمة من سباتها، اللهم أيقظ هذه الأمة من سباتها، اللهم أيقظ هذه الأمة من سباتها، اللهم حرك هذا الشعور، اللهم حرك هذا الشعور لنجدة إخوانهم ولعونهم وإعانتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من ولي أمرا في هذه البلاد أسأل الله عز وجل مروني غدو شن المنصب شن الكواسية، أسأل الله عز وجل أن يستعملهم في طاعته. اللهم استعملنا وإياهم في طاعتك، 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 اللهم اجعلهم في خير البلاد والعباد، اللهم اجعلهم في خدمة الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إجن الأخ نوم يطلب الدعاء لابنه بالهداية، نسأل الله عز وجل أن يهديه جميع شباب الإسلام. اللهم اهدي شبابنا جميعا، اللهم اهدهم إليك وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اهدي الضال منا، اللهم اهدي العصاة من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أفرح نبينا بنا، اللهم أقر عينه بنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى اعتدلوا وتراسوا أثابكم الله، استقيموا. اسم القتيضان يا غويا قارب يا غويا، عما الصفوف عما الصفوف جزاكم الله خير، ونتورا شان الفرجة قبل نسة عما املأوا الصفوف الأول فالأول. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.